طيب، على بال ما نخلص عمار وأودي، خلونا نطلع هذا التقرير السريع ونشوف تقرير الحكواتي عن العادات والتجهيزات. مرحبا بك انت واللي جنبك، ومرحبا بمشاهدين ومتابعين روتانا. دخلنا في اولات رمضان، كل عام وانتم بخير، ويجعل شهر خير وبركه علينا وعليكم. طبعا اللي حتكلم فيه الان هو عادات متشابهه متقاربه مع جميع المدن والقرى السعوديه والعربيه والاسلاميه، فيها تقارب كبير. طبعا كان الجو كله ما في مكيفات، ما في سيارات في ذاك الزمان، وحتى بداياته كان قليل، فما في ازعاج. فان سمع الصوت والطبله مع صفيره العسه كان موجود في الحاره، يطلع بعد العشاء العسه معاه عصايه بشعاب والله كبر قد كده يسموه، يطلع معاه ومعاه الصفيره حقته. ليه؟ عشان اذا في واحد دخل الحاره غريب، حرامي لحم، حرامي فلوس، كده كانوا يسموه. انا بديكم مسميات اللي كانت دارجه بذاك الزمان، فيخاف. ولو لقى احد في الليل ما يقولوا انه من الحاره ولا شيء، ينفرش ويشيل وديه العمده. المسحرات صحاهم، صحوا البيت، اكلوا، سووا اكلهم، قيدوا اكلهم كان يعني بسيط، ما كان يعني ذاك الطبخ والنفخ اللي يسووه. ممكن يكون سووا، جابوا فول، جابوا يسووه في البيت، ما يجيبوا، يسووه في البيت. حتى العيش كانوا حريم اول يا جماعه الخير، كانوا يخبزوه في البيت، يعجنوا هذا ويرسلوه للمخبز، اتسحروا عليهم بالخير، يصحوا البيت كله. يصلوا اللي يصلي الوتر، اللي يقرا قران، اللي هي هو كلهم يعني يأذن الفجر. قبل الفجر قيدهم خارج الاب باولاده، اذا كانوا قريبين من بيتهم بيوتهم من الحرم ينزلوا الحرم، واذا كان ما يعني شويه بعيد، لانه كان كل الحارات حوالين الحرم، ولكن اللي ما هو قريب ما يلحق يصلي في المسجد حق الحاره. الحريم الام تجمع بناتها وبزورتها وتصلي معاهم في البيت الفجر. يقوموا يرقدوا بعد الفجر بشويه كمان، ياخذوا لهم تعسيله نوم، وبعضهم ما يرقد خلاص، قيدوا شبع نوم في الليل، هو حلاوه والله نوم الليل في الناموسيه ديك، يا سلام. فبعد ما تشرق الشمس وقل عليهم بالخير، يبداوا الرجال ينزلوا يروحوا اللي دكانه اللي شغله. الاولاد والبنات فين يروحوا؟ اللي حقين التعليم، كانت المدارس حقتهم اسمها الكتاب. الكتاب لوح خشب، الكتاب حقهم الايباد، حقهم الايباد لوح خشب ويكتبوا فيه بالحبر الشيني. الاولاد يروحوا عند الفقيه اللي هو المعلم حقهم، والبنات يروحوا عند الفقيهه، والفقيه عنده باكوره خيزرانه طويله ويجيبهم. يعطيك العافية عم خالد زيني. ها مها، ايش رايك بالاشياء اللي قالها عن زمان؟ مرة حبيت، يعني زمان دائما نقول انه زمن بسيط ولطيف، يعني حتى المدارس يقول لك كانوا يسمونها الكتاب، وايام السحور اختي سبحان الله، رمضان اشياء حلوة. اي اشياء جميلة وعظيمة. والحلو عندنا في مملكتنا ان كل منطقة عودي لها عاداتها ولها تقاليدها ولها اجواءها، عرفتي؟ يعني صح. حتى لو تتمشين من منطقة لمنطقة، تروحين الغربية، الشرقية، الوسطى، كل منطقة تختلف عن الشمال الثانية. كل منطقة تحسين انك فعلا سافرتي الى دولة ثانية، سافرتي لثقافة ثانية. فانا هذا اكثر شيء اعتز فيه ومرة احبه، والحلو في الموضوع ان كلنا في النهاية على قلب واحد ومن وطن واحد. ومن ضمن